هو يعني احنا من منذ 3 شهور ونص يعني كان فيه تعب يعني ارهاق تاع ليزيكيب ميديكال وباراميديكال، وكاين بعض منهم يعني اللي تقاسوا بالكورونا فيروس، دونك نقص العدد يعني تاع العاملين في الصحه والممرضين والعمال وكل يعني كل الاطراف يعني اللي راهم في المستشفى. على هذيك اللي كان فيه اعلان اي يعني طبيب يقدر يعاود، ولا اي ممرض متقاعد ولا مش متقاعد ولا يخدم في مؤسسه مقفوله، كاينين اماكن يعني وين راهم قاعدين ماهمش يخدموا من نهار بدا الكورونا. العيادات الخاصه مثلا يدعمونا ويعاونونا في التكفل بالمرضى تاع الكوفيد ان شاء الله.